الأمير هاري طلب المال من جدته الملكة إليزابيث قبل وفاتها. تفاصيل صادمة تكشف لأول مرة عن آخر مكالمة بينهما. كشفت صحيفة ذا سن البريطانية تفاصيل المكالمات الهاتفية التي أجريت بين الأمير هاري وجدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها بفترة قصيرة. وأوضح التقرير أن الملكة الراحلة حاولت تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق سلام مع الأمير هاري بعدما توقف والده الملك تشارلز الثالث حينها عن تلقى مكالماته والتحدث معه. And the American man here was incredibly fast. ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين على الشأن الملكي قولهم: كانت الملكة الراحلة سعيدة دائما بالتحدث مع هاري، لكن عندما طلب المال قالت له: لماذا لا تتحدث مع والدك؟ فأخبرها الأمير هاري حينها أنه لم يعد يرد على مكالماته. وأشار المصدر إلى أن الملك تشارلز أصر على ضرورة أن يرسل الأمير هاري طلباته عبر البريد الإلكتروني من خلال مساعده الشخصي بدلا من الهاتف، وذلك بعد أن توقف أفراد الأسرة بمن فيهم شقيقه الأمير ويليام عن التحدث إلى هاري عندما علموا بصفقة كتابه المثير للجدل. ميغان. ولفت إلى أنه عندما سألت الملكة ابنة تشارلز في آخر حوار معه بشأن هاري عما سيفعله حيال طلباته لأنها تتلقى منها العديد من المكالمات الهاتفية، أجاب تشارلز بأنه ليس بنكاً. وكان الأمير هاري قد حصل على مقدم بقيمة 17.5 مليون جنيه استرليني كجزء من صفقة ب 35 مليون جنيه استرليني مقابل مذكرات سبير المقرر نشرها في 10 كانون الثاني يناير 2023. ومن ناحية أخرى وفي خطوة غير مسبوقة، قام دوك ساسكس الأمير هاري بارتداء زي الرجل العنكبوت سبايدر مان، محاولاً بذلك إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب أطفال أفراد الجيش البريطاني الذين فقدوا آبائهم أثناء خدمتهم في القوات المسلحة البريطانية. وعمد الأمير هاري إلى تسجيل مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرتدي زي الأبطال الخارقين، وفي نهاية الفيديو أزال القناع للكشف عن هويته. وقال الأمير هاري الذي فقد والدته الأميرة ديانا عن عمر 12 عاما في الفيديو المسجل والذي تم عرضه في حفلة عيد الميلاد السنوية لمؤسسة سكوتيز ليتل سولجرز إنه يريد من الأطفال أن يستمتعوا بكل ما لديهم بعيد الميلاد، مؤكدا لهم أن آبائهم يتمنون الأمر نفسه وسيسعدون بالتأكيد بأن يقضي أطفالهم أفضل الأوقات على الإطلاق في عيد الميلاد.